صاحب عبارتي نعلب لما يحبناش يغادر سجن الحراش مساء اليوم بعد استنفاذ عقوبته. السلام عليكم وأهلا بكم. يغادر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس المؤسسة العقابية الحراش بالجزائر العاصمة مساء اليوم الثلاثاء بعد استنفاذه للعقوبة. وأدان مجلس قضاء الجزائر الوزير السابق بن يونس بسنة حبسا نافذا في قضية الفساد التي يتابع فيها رجل الأعمال علي حداد، والتي تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية. وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر أحكامه مساء اليوم بحكم 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد ويحيى وعبد الملك سلال، كما أدين علي حداد ب 12 سنة سجنا نافذا و8 مليون دينار غرامة مالية نافذة. وبهذا يغادر الوزير السابق عمار بن يونس وزير التنمية الصناعية السابق السجن بعد أن استنفذ عقوبته، حيث وضع في الحبس المؤقت. وتبعا للعقوبة الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر فإنه قد استنفذ عقوبته، وبالتالي سيغادر سجن الحراش مساء اليوم الثلاثاء ليكون من بين أول المتهمين في قضايا الفساد التي حكموا فيها من يغادر السجن.